طيب يا شباب، بسم الله نكمل كلامنا. اخر حاجه كنا قلناها البرايم، ازاي انا بتعامل مع البرايم، ازاي بعرف الرقم ده هل هو برايم ولا لا. النهارده ان شاء الله هنبدا في موضوع الاريز، نبدا نتعامل مع الاري. ان انا بدل ما كنت بحجز مكان واحد، لو هنرجع للمثال بتاعنا القديم في اول فيديو خالص، احنا قلنا ان انا دلوقتي لما باجي انا عندي الميموري عباره عن اماكن، فانا بحجز مكان واحد. لا، دلوقتي في الاري انا مش هحجز مكان واحد، خلاص انا هحجز دور كامل، تمام؟ بس بشرط الدور ده كله يبقى كلهم من نفس الجنسيه ومن نفس التايب، تمام؟ يعني كلهم ليهم الغرف كلها فيها نفس ليها نفس المساحات، تمام؟ طيب عشان الدنيا تبقى واضحه اكتر، خلينا نيجي كده في السكتش، نعمل حاجه بسيطه. دلوقتي انا في الاول لو تفتكر معايا ان انا كنت بعمل ديكلاريشن، انا بحجز مكان او غرفه واحده، تمام؟ لا، دلوقتي انا مش هحجز غرفه واحده، انا هحجز مجموعه من الغرف او دور كامل، تمام؟ فانا بحجز مجموعه من الغرف. طيب مجموعة من الغرف، الغرف دي هنبدأ نقسمها بنفس المساحات، يعني كلها يبقى ليها نفس المساحات، تمام؟ تمام، وكلهم ليهم يعني كلهم نفس التايب، تمام؟ كلهم نفس التايب. انا ما ينفعش هنا وسط ال انا لو عملت مثلا انتجر كلهم انتجر، كلهم اعداد صحيحه، ما ينفعش اجي في النص هنا واحط سترينج مثلا، لا الكلام ده ما ينفعش. طب اول اندكس بتاعي هيبدأ بصفر، تمام؟ اخر اندكس هيوصل لحد السايز بتاعي ماينس 1، يعني انا عندي اول اندكس بدايتي من 0، تمام؟ هيوصل لحد السايز بتاعي. لو انا عندي مثلا انا حجزت 10 غرف، الدور فيه 10 غرف، لا انا هوصل لحد 9، هما كده 10 غرف، تمام؟ طيب نرجع تاني للابلكيشن بتاعنا. دلوقتي انا حابب اعمل ديكلاريشن، نعمله ازاي؟ زي ما احنا متعودين احنا بنعمل ديكلاريشن عادي، بس انا دلوقتي هعمل ديكلاريشن للاري. فهضغط هنا، خلي بالك ان هنا عندك اهو في حاجه اسمها اري، هتعمل عليها كليك كده هيبان عندك السايز. ايه السايز ده؟ ده عدد الغرف. زي ما قلنا انا عندي الدور فيه عدد غرف، انا عايز السايز بتاعي قد ايه. عيلتي مثلا انا جاي بعيله عايز 10 غرف ليهم، تمام؟ عيلتي مثلا محتاجين 10 غرف، في عيله تانيه محتاجه 8 غرف، في عيله تانيه محتاجه 15 غرف، على حسب العيله، تمام؟ طيب دلوقتي انا هسمي الاري بتاعي اي اسم احبه، اي ار ار. السايز بتاعي خليه بشكل ديناميك، فهخليه اكس مثلا، تمام؟ هاجي هنا هعمل ديكلاريشن للاكس بتاعي او السايز بتاعي، تمام؟ وخلينا بالمضى طالما احنا كده كده. بص، انت عشان تتعامل مع الاري هتحتاج كده كده انت تعمل لوب، تمام؟ فاحنا عشان كده كده هنعمل لوب، فاحنا هنعمل ديكلاريشن للكاونتر بتاعي، تمام؟ نبدا دلوقتي الاكس بتاعي هاخده كانبوت من اليوزر، انبوت، واحنا زي ما اتفقنا اي انبوت بيبقى قبليه اوتبوت يوضح انا بعمل ايه. كل اللي انا هعمله هقول له ايه؟ هقول له بليز انتر مثلا اري سايز، بس ونقفل. ماشي. طيب دلوقتي انا خدت خلاص، دخلت الاري سايز اتعرف. خلي بالك ان الخطوات دي لازم تيجي قبل الديكلاريشن، يعني انت قبل الديكلاريشن لازم، لان انت عندك السايز ده كونستنت يعني لازم يبقى متعرف، لازم يبقى ثابت، رقم ثابت خلاص بقى متعرف عندي، وبعد كده دخل اتنقل، فانت ما عندكش اي مشاكل. انا لو جيت نقلت الاكس دي بعديها بعد الديكلاريشن هيعترض معايا، هو مش عارف الاكس دي قيمتها قد ايه، مع ان انا معضفها فوق اهو، بس هو لا هيعترض، هيقول لي لا انت وانا مش عارف السايز انت مدخله ده قد ايه، تمام؟ طيب خلينا دلوقتي حابين ان احنا بقى نعمل ايه؟ حابين ندخل الداتا، فاحنا لازم اتعامل مع فور. اتعامل مع اي لوب انت تحبها، بس انا بحب اتعامل مع فور لان هي بتختصر عليا جمل، تمام؟ حابب تتعامل مع الوايل مفيش مشكله، هنشوف دلوقتي بعد شويه ان احنا نتعامل معاها ازاي، بس اي لوب انت عايزها بتتعامل معاها. هتعامل مع الفور، تمام؟ زي ما اتفقنا الكاونتر بتاعي هيبدا من زيرو، تمام؟ اول اندكس عندي اتفقنا ان اول اندكس رقم زيرو، هنقف لحد السايز ماينس 1 اللي هو السايز بتاع اللي هو الاكس ماينس 1، تمام؟ الانكريمنت بتاعي هيزيد بمقدار واحد، تمام؟ كل اللي هو بيعمله ان هو هيعمل انبوت، هيدخل لي قيمه الايه؟ هنكتب، ركز بقى في الحته دي عشان مهمه، انا هدخل هكتب اسم الاري، تمام؟ وبعد كده هكتب ايه؟ هحط الكاونتر بتاعي. الكاونتر بتاعي هيبدا بصفر زي ما احنا عاملين في الفور، ان هو هيبدا في اول اندكس يبدا ياخد الاليمنت بتاعه، تمام؟ فانا بعمل هنا انبوت لقيمه اول اندكس، بعد كده هيجي في الاتريشن الثانيه هيزود الكاونتر بتاعي بواحد، لان الفور هي شغاله ان هي بتزود بشكل اوتوماتيك، تمام؟ فالكاونتر هيزيد معايا بواحد، فهيبدا ينتقل للسيل اللي بعديها والاندكس اللي بعديه لحد ما يوصل لحد السايز ماينس 1، هيخلص كل السيلز اللي عندي، تمام؟ طيب حلو. دلوقتي انا دخلت خلاص، دخلت كل الداتا اللي عندي، بس احنا اتفقنا ان احنا اي انبوت بنعمله لازم يبقى فيه قبلي اوتبوت، فاحنا هنعمل هنا اوتبوت. هيقول لي انتر داتا، تمام؟ ماشي، بس كده.
طيب حلو، دخلت الداتا خلاص. دلوقتي انا حابب مثلا طب خليني عشان برضه الدنيا تبقى حلوه، مش عايز اعمل برنت وخلاص عشان الدنيا تبقى واضحه معانا اكتر. فاحنا ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن نعرف ماكس، يعني خلينا نطلع الماكس اللي موجود في الاداه ده. تمام، فبالماضي يعني احنا شغالين نتعلم حاجه جديده، ان احنا ازاي نطلع الماكس كمان. تمام، فانا هو يعني ما فيهاش حاجه جديده، بس احنا بنراجع على اللي فات يعني. تمام، فانا هعمل هنا، هعرف فاريبل جديده اسميه ام. تمام، هعمل هنا initial value، هدي الام بتاعتي هخليها تساوي اول قيمة عندي عشان هبدأ بعد كده اشيك على الارقام اللي بعديها. فهخليها الـ ARR في الزيرو، اول قيمة عندي هي بتساوي الماكس بيساوي اول قيمة عندي. تمام، طيب بعد كده هعمل بقى برنت، انا عايز اعمل برنت لكل الارقام اللي عندي، واعمل برنت في الاخر للماكس بتاعي. طب اعملها ازاي؟ هنستخدم while بقى المرة دي بحيث ان احنا نراجع على كل اللي فات. طيب فاحنا نعمل هنا while. تمام، الوايل بتاعي طول ما هو طول ما الكاونت بتاعي مش ايكوال، نوت ايكوال السايز، نوت ايكوال الاكس بتاعتي، يبقى هو هيكمل الاتريشن. تمام، او انت ممكن تقولها طول ما الاكونت بتاعي او طول ما الكاونتر بتاعي اقل من الاكس يبقى هو برضه هيكمل. تمام ماشي، بس انت خلي بالك هنا بقى لازم ندي انيشال فاليو، ان هو اول حاجه عندي هيبدا الكاونتر بزيرو، لان هنا الكاونتر وصل لكام؟ وصل اخر حاجه ان هو وصل لحد 5. تمام، لو انا هدخله سايز 5 وصل لحد السايز بتاعي، فانا لازم هرجع السايز تاني. تمام، فانا هنا هعمل انيشال فاليو، ابدا ارجع الكاونتر بتاعي تاني اخليه بزيرو. طيب حلو قوي، نيجي نكمل هنا بقى. دلوقتي انا كل اللي عايز اعمله هعمل اوتبوت. تمام، نعمل اوتبوت لايه؟ للقيم بتاعتي اللي هي اي ار ار. التاني احنا عملنا ايه؟ اي ار ار في الكاونتر بتاعي. تمام، واوعى تنسى ان انت تزود الكاونتر، لان انت لو ما زودتوش انت كده دخلت في انفينيتي لوب، هيفضل يكمل يكمل، لان عندك الكاونتر هيفضل بزيرو طول الوقت. تمام، فانت لازم هتزود الكاونتر بتاعك. هنخلي الكاونتر بتاعي ايكوال الكاونتر بلس 1. طيب حلو قوي، نيجي دلوقتي حابين نطبع، خلينا بقى نشيك بالمضة كمان، خلينا نشيك نعمل اف كونديشن. احنا بنشيك هنشوف دلوقتي هل ال ARR وفي الكاونتر اللي انا واقف عندها دي، الكاونتر اللي انا واقف عندها هل هي اكبر من الماكس؟ طب لو اكبر من الماكس يبقى ساعتها الماكس هتاخد قيمه الاي ار ار اوف السي. خلي بالك ان دي على بعضها، دي كده اي ار ار اوف السي على بعضها، دي بتشيل قيمه او الفاليو، دي بتعبر عن الفاليو اللي موجوده في الاندكس. رقم مثلا لو السي دي بزيرو يبقى اول اندكس عندي دي الفاليو اللي موجوده في اول اندكس، فدي على بعضها كده بتعبر على فاليو. تمام، بتعبر على قيمه. طيب حلو، نيجي هنا للام، هنخلي الام بتاعتي هت ايكوال ايه؟ هت ايكوال اي ار ار وفي الكاونتر بتاعي. اوكي مش دلوقتي انا خلاص طبعت، هاجي بقى هنا بكل بساطة اعمل ايه؟ هعمل اوتبوت للماكس، هقول له ان الماكس نمبر مثلا از. تمام، ونقفل، ما ننساش علامة الأند، خلينا نحط سبيس هنا ونحط ايه؟ نحط الام بتاعتنا. طيب نيجي نجرب الكلام ده، هندخل السايز 5، ده الداتا. حاضر، 1 2 3 4 5 اهو. تمام، خلي بالك ان في الاداء بالذات احنا بنحتاج الفاريبل لوتش في كل حاجه. نيجي نشوف احنا عملنا ايه. اول حاجه الماكس 5 اهو، ده او ده السايز بتاعي 5، الكاونتر بتاعي ب5، الماكس بقى ب5. تمام، خلينا نرجع كده ان احنا نعمل مره تانية ران، مره تانية عشان نشوف الموضوع من اول خالص بيحصل ازاي. نفتح مع بعض الفاريبل لوتش. تمام، لسه كل حاجه مش متعرفه، القيم بتاعتها مش متعرفه. نبدا نعرف، انا عندي السايز دلوقتي هدخله ب5 اهو. لو تاخد بالك انا دلوقتي الاري بتاعي في اخد 5 قيم، او هو حجز 5 اماكن، انا حجزت 5 غرف اهو. تمام، طيب دلوقتي بقى هبدأ ادخل القيم، هدخل 1 2 3 4. خلي بالك لو تاخد بالك من الماكس لسه انا ما ضفتوش، لان انا لسه بدخل. تمام، فهو لسه ما وصلش. تمام، دلوقتي هو قعد مشي لحد ما وصل ان هو الخمسة ده اكبر رقم، وبعد كده طلع لي ان الخمسة الماكس نمبر از 5. طيب بس كده، ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب اكون مطولتش عليكم.
وان شاء الله لو حد وقف معاه اي حاجه في الابلكيشن ده وعنده اي استفسار في حاجه هكون معاكم ان شاء الله في الجروب. هشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم.